الخبر التالي بعنوان الكركم لعلاج الزهايمر. اكتشف العلماء استخداما جديدا للكركم أو البهار الذهبي الذي يدخل في عمل الكاري، حيث اكتشف باحثون من معهد العلوم العصبية في بلجبا ألمانيا أن الكركم يحتوي على مركب يعزز وقف تكاثر الخلايا الدقيقة في الدماغ، ويعطي ذلك أملا في عمل أدوية للمرضى الزهايمر. طيب نعرف تفاصيل أكثر من الدكتور جميل زيكر أستاذ التغذية. السلام عليك يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك، كل سنة وانت طيب يا دكتور. وحضرتك والمشاهدين الكرام بألف صحة وسلامة يا رب. دكتور جميل، هل بالفعل الكركم بيساعد على يعني تجنب الإصابة بأمراض الزهايمر؟ هو الكركم من النباتات الطبية الممتازة اللي كانت بتستخدم بشكل شعبي، ويمكن الخبر اللي حضرتك تناولته ان الالمان بدأ حصل لهم عندهم طفرة رهيبة جدا في علم تداخلات العناصر الغذائية. الكركم يعتبر من المطهرات القوية جدا لاحتوائه على مواد قوية جدا بتعمل عملية إذابة للدهون. احنا قبل ما نقول الزهايمر نقول ايه اسباب الزهايمر، والزهايمر هو عبارة عن ايه. البرين او العقل بتاع الانسان بيستقبل اشارة عن طريق حاجتين. بيستقبل الإشارة زي ما أنا بتكلم حضرتك، وحضرتك بتسمعني بترجم الكلام ده تعرف إيه المعنى بتاعه بالظبط، أو مواقف معينة. فده بيتنقل عن طريق مثير عصبي، يعني إشارة عصبية، وبيدعمها بالقيمة الغذائية أو مغذي معين. تمام؟ لو ما توفرش الحاجتين دول بيبدأ في تأخر في عملية الفهم أو التركيز أو التحصيل أو جلب المعلومة السابقة. تمام؟ دي بداية الزهايمر. فطبعا اللي بين المسؤول عن نقل الاشارات، ودي عباره عن قنوات دقيقه جدا زي الاوعيه الدمويه، بتسمى الشعيره الدمويه. جميل. تمام. الشعيره الدمويه دي لما بيحصل فيها عمليه عدم حرقه او حاجه او تراكم بعض الدهون او الصفائح الدمويه، بيقلل عمليه نقل الاشاره العصبيه او المغذيات اللي احنا اتكلمنا عليه. نعم. تمام. الكركم فيه موجود فيه بعض مواد او بنسميها الاكتف انجريدينت او المواد الفعاله اللي بتعمل على اذابه الدهون دي وتوصيل المثيرات العصبية بشكل أفضل، فبالتالي بيحسن لنا من عملية إيه؟ التركيز أو الاستيعاب أو علاج المرض الزهايمر. هنلاقي إن في بعض مواد فيها بتسمى الكركمين، دي فيها بعض مواد وزيوت طيارة بتسمى الديموسوكسين، دي مسؤولة عن عملية إذابة الدهون. فنلاقي برضك من بعض الفوائد المهمة جدا للكركم لتنظيم الدهون داخل الجسم، فممكن بتستخدم الالمان دلوقتي في ابحاث بتقام عليها في بعض المعاهد التغذيه في المانيا لعلاج السمنه والمشاكل اللي خاصه بعمليه السرطان الثدي لدى السيدات، وبيعملوا منه مستحضرات تجميل غاليه جدا. تمام. لعلاج الشقوق او الجروح او الاشكال اللي بتبقى غير مستحبه في الوجه او في الجلد. هنلاقي ان هو كمان مسكن قوي جدا لالام الطمث عند السيدات في الدوره الشهريه. هنلاقي ان هو بيحتوي على اللي احنا بنسميها مركبات المضاده للشيخوخه، ويمكن بعض علماء الاغذيه بيقولوا ان هي مضادات للشيخوخه والعقم. عندنا فيها احتواء قوي جدا من فيتامين سي وفيتامين اي وفيتامين كي. نعم. وعندها شريحه كبيره جدا من المعادن، الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والحديد، وده دي قصه كبيره جدا. ولاقي في بعض معاهد التغذيه في انجلترا كمان اشتغلت على الموضوع ده. نعم. كمسكن طبيعي جدا ومقوي لخلايا الكبد لعلاج فيروس سي. كمان. يعني ده جديد كمان، المعلومه الجديده يعني. ما شاء الله. انا بشكرك طبعا يا دكتور جميل فكره استاذ التغذيه على هذه المعلومات، واذا كان هناك الكثير من الفوائد تنتج من تناول مثل هذه الاطعمه والاغذيه ليه ما نكترش منها، وليه لازم ان احنا نحرص انها تكون دائمه علينا في السفره المصريه.